طبعا واخد التليفون عندك عشان تعاكس بنت جيران. نعم ايوه يا منال. ايوه في ايه؟ بقول لك ايه؟ مش من هنا ورايح مش هسمح بأي غلطة أبداً. أيوة والزفت اللي اسمه سيد ده تديله حسابه وتمشيه فوراً من المعمل. ده إنسان قذر ما يفهمش في النظافة. أيوة ولا في النظام. المكان اللي أكون أنا موجودة فيه لازم يكون مكان بيرفكت من كل النواحي. الإهمال والبرجلة وعدم النظام ثلاث حاجات ممكن يجننوني ويعصبوني. مفهوم ولا لأ؟ أيوة. صباح الخير. منال اقفل دلوقتي هطلبك بعدين. هو كريم فين؟ كريم صاحي من بدري ما شاء الله وفطر زي حوايده ما شاء الله يا اختي وراح الجامعه زي حوايده ربنا يخليهولك مش زيك انت طول الليل سهران عمال تعاكس بنات الجيران وتبلغ بيك الحقاره والسفاله انك منايم الواد على الكنبه ومبرطع انت على السرير ولا صور يا اخويا صورك اللي معلقه في كل حته دي ذكريات بقى ذكريات ايه موكوس انت ذكريات مع مين بقول لك ايه
احكي لك من بره مش هتلاقي ولا صوره. همسح ذكرياتك. والله والله يا البوكل دي اللي عامله شرخ في علاقتنا. عارفه من غيرها ليس كده وقمر وبطايه يا ماما. ما تقوليش يا ماما. اضحكي يا اختي. يلا شيل الصور. قال أما أجيب لك حاجة معايا يا ماما؟ ما تقوليش يا ماما. طبعا أمال يعني. يا رب ألاقي. يا حسن اختي يا ناس حبيبي كناري يا ناس. اللي اخرك كده بجد انت مش ممكن. كل يوم من ده ضيعت علينا المحاضره الاولى. كويس كده كل يوم اتاخر عليك وكل يوم نقول نفس الجمل. ما شاء الله عليكي ما بتيأسيش. يا مات يا مات بطل بطل فضايح بقى. الله ايه الدوشه اللي انت عاملها حواليك دي؟ قومي يا فندم. ثانيه واحده بس معايا. تاخدي يا حياتي مش عايزه حاجه. انت يا بنت ما يصحش مكان عام وضعي لازم تاخدي حاجه. عاده في الموقف زي دي بياخدوا حاجه من الثلاثه بيبقى في وسطهم اللحظه الحلوه دي. ركز معايا. بياخدوا واحد ليمون لو سمحت، واحد برتقال لو سمحت، واحد سكالوب. تاخدي انت ايه بقى؟ واحد سكالوب. هناخد اتنين فراوله. عارف يا حسن اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ ايه؟ بتضحكني. اهبل يعني؟ لا ده انا اهبل وعبيط وجنون وانت اللي جننت امي. قلت بقى ننزل نجيب تفاصيل البيت، تيجي نسقط يوم الروعي كده نجيب لنا قد ست اكر، نبتدي بالبيبان الانغلاق. الله يا حسن. ونشتري كراتين. اهي يا سياده الفراوله جت. الحمد لله على السلامه للفراوله. ميرسي جدا ميرسي جدا. ممكن بقى نتكلم جد؟ طبعا نتكلم جد. بص احنا مكتوب لنا نتكلم جد. خلاص بقى عشان خاطري. مش هينفع. بقولي مش هينفع. خطف كده محدش واخد باله. بقول لك لا. تفكري. الله يا حسن قلت لك مش هينفع احطه في الشنطه هيوسخها. هيوسخها. حسن. قشطة حسن عوف. ايه سونا؟ يلا يا سفلة. نوش. ايه هندسة؟ مش هتشرح لي الانشائي؟ الانشائي هنا شرح نفسه. معقولة؟ يا اخي الواحد اما برضه يغيب عن الجامعه بنفوت شويه لحظات. لحظات ايه يا حسن؟ فاكرين فين؟ مع سوزي اهو. والله العظيم ما نمتش طول الليل عشان اخلص الرسومات اللي انت طلبتيها. وانا كمان يا بيبي ما نمتش طول الليل. اصل السكن في بيت الطلبه بقى حاجه صعبه قوي يا كريم. تصور الملايات والمخدات ما اتغيرتش من سنه 60. ده انا نزلت عشان اشتري طقمين جداد لقيت اقل واحد فيهم ب 600 جنيه. يا خبر. دول حوالي 400 جنيه. خديهم وهتصرف لك في الباقي حالا. بس ده كتير قوي يا بيبي. مفيش حاجه كتير عليكي. حسن 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 حسن. ايه يا كيمو؟ هات 200 جنيه بسرعه. ليه؟ سوزي عايزه اجيب ملايات. ليه؟ بتجهز ولا ايه؟ خد لا تبتدي بالوكر يا حلو. ايه يا عم؟ حسن هناك هو قعدنا هنا ليه؟ انت غبي يالا. انا هسحبه لكم كريم. دي اول مره في تاريخ الجامعه يتقدم لنا عرض زي ده. العادي انه بيتقدم للجامعات الخاصه مش لينا. انا شايف ان دي فرصه هايله. طبعا بس المفروض عرض زي ده يتقدم للدكاترة أو المعيدين. ده هيكون أحسن لأن خبرتهم أكتر بكتير من طلبة المشاريع، خصوصاً المشروع ده مهم وبيخدم السياحة كمان. المشروع ده لما تعرض علينا تعرض للطلبة، ما ينفعش أقول لهم خلوه للدكاترة والدكاترة هيكونوا مشرفين عليه. أنا شايف إن المشروع ده مكسب كبير قوي للكلية.
صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا رياض، متاخر ليه؟ ينفع رئيس القسم يجي قبلك؟ يا دكتور انا ما عنديش المحاضره الاولى، يعني انا كده جاي بدري عن ميعادي كمان. غلبتني يا باشمهندس، اقعد. بيتهيألي المهندس رياض احسن واحد يختار لنا طلبه المشروع. طبعا طبعا، على راي المثل يا بخت من كان رئيس القسم والده. والله يا دكتور شايل عني مشاكل القسم كله. وهو لازم يشيل هذا الشب من ذاك الاسد. ايه البتاع الابيض ده؟ انت كان عندي غسيل ولا ايه؟ بطل خفه بقى، انت مش هتدخل محاضره النهارده كمان يا حسن؟ اه، هو انت لسه عايشه اللحظه دي؟ بص يا ستي، التعبير الحقيقي لكليه هندسه هو طريق طويل بعيد عنك. موجود ده؟ لا ذاكري بقى. الحق يا حسن، الكريم بيتضرب. يلا يا حسن، يا لهوي حسن، يا حسن حسن حسن، مسكته يا حسن. التقرير اللي عندي بيقول ان انتوا عملتوا مصيبه بقياده الاستاذ طبعا، ولولا تدخل الباشمهندس رياض كانت حصلت كارثه. عفوا يا فندم، ما تقولش كده، دول مش مجرد طلبه عندي، دول زي اخواتي بالظبط، وان شاء الله ربنا ما يجيبش كوارث. واللي فيكوا جاي من الارياف ما يفتكرش انه لو عيط لي هسمع له. لا، كلمه معلش مش عندي، اصل ظروفي مش عندي، ومن هنا ورايح انا هراقبكم كويس قوي. اتفضلوا يا اساتذه. انت عندك رفض اسبوعين. العميد كلمنا بطريقه بايخه قوي. فعلا. هو فين حسن؟ ما نزلش اهو. ايه يا حسن، قال لك ايه؟ رفض اسبوعين. ايه اشمعنى انت يعني؟ مش غريبه دي؟ وانت هتفضل ساكت؟ انا خايف عليه قوي والله. وانا رياض. انا اسمي المهندس رياض. ما علينا، رغم انك عارف كويس قوي اللقب ده مين فينا يستحقه. ما تجيب من الاخر كده وقصر، قول انت عايز ايه. مالكش دعوه بمها. غلبان والله يا طنط، زي ما بقول لحضرتك كده، واد حسن ده واد صايع وفاشل وبتاع مشاكل، ما بحبوش. اوكي، تخيلي حضرتك، تخيلي انه كان دفعتي وكانوا بيقولوا عليه كلام وهم كتير قوي، بيقولوا انه كان لماح وذكي وعبقري، وادي النتيجه انا اهو بقيت دلوقتي معيد وعلى وش ماجستير، وهو لسه طالب وعلى وش رفض كمان. بصراحه الواد حسن ده واد بيئه قوي، ما ينفعش ما هتكلمه اساسا. حسن مش بيئه، وانت اكتر واحد عارف انه يستاهل يبقى معيد قبل منك. ما تخلينيش اقول انت بقيت معيد ازاي. بعدين انا نفسي افهم انت حاطط حسن في دماغك ليه. ايه اللي بتقوليه يا مها؟ الراجل نجح بمجهوده. اصل يا طنط مش عارف انا عملت ايه عشان خاطرها، لولا ان دخلت في المشكله دي ووصلت الصوره الحقيقيه للعميد كان زمانها خدت رفض هي كمان. تترفض يا مها؟ اخس عليكي، بعد كل التعب اللي انا تعبته علشانك انت نسيتي انا ضحيت بايه من يوم ابوكي الله يرحمه ما مات؟ انا حرمت نفسي من كل متع الدنيا. نادي الجزيرة اللي كنت بروحه كل يوم بطلت أروحه خالص. المساج بقى مرتين في الشهر بس، وبعد ده كله تترفدي؟ أنا خلاص أعصابي مش قادرة، مش قادرة يا مها. اهدي يا طنط، اهدي، مش كده. لا مش قادرة أهدى، شايف البنت دي دماغها عايزة كسرها، وبعدين دي هتموتني. متقلقيش، مها في حمايتي، وطول ما أنا موجود في الكلية محدش هيقرب لها أبدا. نيل انا طبعا هعدي لك الكلام اللي انت قلتيه ده عشان انت مش عارفه مصلحتك فين. بعدي عليا بكره في الكليه عشان تاخدي ورق الماده بتاعتي. انا ولا هعدي بكره ولا بعده، واحتمال كمان اغيب اسبوعين. يلا يا رامي. عاجبك عمايل بنتك؟ لا طبعا ما يعجبنيش. ايه يا مها اللي انت عملتيه ده؟ كسفتيني قدام الناس، مش عامله اي اعتبار للكبار، وكل ده بسبب الصايع بتاعك. يا مامي حسن مش صايع، وبعدين ابن اختك هو اللي مبوظ صورته عشان حسن احسن منه. ولما هو احسن منه كان سقط ليه؟ اسالي انكل خليل، هو اكتر واحد يعرف حسن سقط ازاي وازاي ابنه جاب امتياز وبقى معيد. مها عيب قوي التلميحات دي، مفيش حد ابدا بيتكلم على ابن خالته بالطريقه دي. مش معقول كده، الولد ده عمل في دماغك ايه؟ اسمعي، هي كلمه واحده، علاقتك لازم تتقطع بالولد ده حالا، مفهوم؟ اخوك بقى لما الدنيا تضيق بيه خالص يجي على هنا. انا اسف يا حسن، انا السبب في اللي حصل، يا ريتك ما كنت دخلت في الموضوع. انا مش عارف اتاسف على ايه،
بيك من غيرك هتتحصل خناقه، ولا ما تعرفوش بقى ان رياض هو اللي وزز ولاد اوتاكا وانت واخدها على صدرك يا عم؟ طولها زي عرضها بقى تاخد رفض اسبوعين وتقول لي طولها زي عرضها؟ يا حسن انت بالنسبه لي حاجه تانية. اتقل اتقل. ايام والله العظيم انت اللي وحشاني يا ام. انا كويس، انا باكل كويس وانام كويس واشتغل كويس. انا يوم الدنيا مدياني كل اللي انا عايزه. تصدق بالله انت مكلماني في الوقت اللي هو يا زمن. من اول يوم جيت في مصر وانا كنت متاكد ان هكون احسن مهندس في الدنيا. وفي يوم وانا بذاكر مع كريم في البلكونه شفت كما قلبت حالي. ساعتها بس قررت ان بيت كريم اللي هو قريبي من بعيد هو بيتي، مش منقول منه مهما حصل، وام كريم هي ماما وهستحملها مهما عملت فيا. ولما كنت بحاول انساكي مع اي بنت من اللي بذاكر لهم ما كنتش بعرف. من ساعه ما شفت كما ما بقتش عارفه اشوف اي بنت غيرك. جريت على كريم وقلت له مش قادر استحمل، وكالعاده قال لي ما تقلقش انسى مها بتاعتك خلاص. بصراحه لولا الواد كريم ما كنتش عارف اوصل لحاجه. ان جيت الحق هو اللي ساعدني. تعبت امي يا شيخه، كنت بذاكر مواد سنه تانية كلها وانا في تالتة، كل ده بحجه اني اقعد معاك واذاكر لك. الواد رياض كان بيموت من الغيظ. ما يموت وانا مالي؟ بحب. اخيرا قلتيها يا مها بعد سنه يا مفترية. بعشق امك. حلو حلو. المشروع ده جميل جدا. مش كويس. مش كويس. يا سلام. يا سلام يا سلام. الله الله. رياض لما اتاكد انك بتحبيني وقف في طريقي بمساعده ابوه، ما انت عارفه، وبالرغم من كل مضايقاته اصريت ان انجح عشان اشرفك يا مها، لغايه ما جت لي الصدمه الكبيره من بجاحه وفجر الناس دي. ابقى ناجح في كل المواد جايب فيها امتياز وسائد في الماده والمشروع بتوع الدكتور خليل. طب ازاي؟ انت برجع لهم اللي قاعده تعد الثواني والدقايق عشان تتبهبل بشمهندس اللي قد الدنيا. اقول لها ايه؟ راجع لك يما، راجع لك المش مهندس اللي تايه في الدنيا. كل يا عناي. يسلم ايدك يما. كل يا دنايا. وحشتني يا بشمهندس. الله يخليك يا فوزيه، العروسه دي جابت امتى؟ سيبك من الكلب وكل. كلب ده باليسي. باليسي؟ لا طالما باليسي يبقى هتكلم. جبت لك قميص انما ايه؟ وباليسي. برضه قميص ايه؟ ده لو لبسوا الكلب قايمه ونضاره لا هيسلى كلمه كش ولا البيات في الخراره. قريب على بنتك يما. كل كل مش عليك ده عكال. ازيك يا عبيد؟ دي راسه. راسه وماله راسه؟ راسه امسكي يا بنت. خد يا عادل. امال فين بيت عيلك يا فوزيه؟ عند الترعه. عند الترعه؟ هجيب لك نضاره بليس ويدي دي للكلب. برضه ده خابط. وحشتني كوبايه الشاي بتاعتك يا حسن. والله يما انت اللي قعدتك وحشتني. تسلم يا ابني. عامل ايه في مصر يا حبيبي؟ وسعاد عامله ايه معاك؟ مش قادر اقول لك يما، مش مخليني محتاج حاجه خالص، شايلاني فوق راسها من فوق فوق البكل. هتسد من اللي عليها شويه. ده انا قعدت ارضع في ابنها يجي اسبوع من الظهر للعشاء وهو لا بيكل ولا بيمل. ايام زعلتها مع طاهر طلقتها الثانيه ام بكل. سيبك من الكلام ده يما، اللي قولي لي ايدك عامله ايه؟ تاخدي الدواء؟ ايوه يا ابني باخده بس ما بيحوقش. شكلك مش على عدك، انت شايله في قلبك حاجه. جوز اختك مغلبها. ديك النهار لما بالتكنات البيت وقال ايه هيغير الديكور، ولما كل انابيب البوتاجاز من دير السلم وخفاها. بقول لك ايه؟ الواد ده يا مجنون يا مدمن. مدمن؟ لا يما مجنون، لان مفيش حاجه اسمها مدمن. ما انا ما سكتلوش.
قلت له اللي متجوز ببلاش، اللي مش دافع ولا مليم احمر، يا اللي امك بيعت الزبده، يا اللي عمر بيتكم ما دخلوا زعتر. يا نهار اسود، انت خربت على البيت ياما. ما تخافش، ما انا قلته في سري، ما انا لو ما اتكلمتش اتنقط. في سرك؟ يا نهار اسود ياما. طب خد القرشين دول. وخليهم في سرك. تسلم لي يا ابني. طب خد الورق ده. ايه ده ياما؟ ده ورق ولاد خالتك. غلابه قاعدين لا شغله ولا مشغله. من ساعه ما خدوا الدبلون مش لاقيين ياكلوا. وعشمهم فيك كبير قوي يا حسن تشغلهم في الشركه الكبيره اللي انت شغال فيها باشمهندس. الحمد لله يا رب ان عشت وشفتك على حياه عيني باشمهندس قد الدنيا. ايه يا حسن؟ ابشرهم؟ بشريهم ياما. بابا بابا. يا حبيبي. ازيك يا بابا؟ وحشتني قوي. الحمد لله انت اكتر. سيب سيب يا بابا سيب. ايه الغيبه الطويله دي؟ ربنا يخليك يا حبيبي. انت جايب شنطتين بس؟ امال امك فين؟ ما انت عارف يا بابا في المستشفى. يا مشغوله لدرجه انها ما تجيليش المطار. كان الله في عونها. وانت عامل ايه معاها؟ والله يا بابا بحاول ارضيها بشتى الطرق. ولا عمرك هتعرف ترضيها. والله ليك وحشه يا بابا. انت جايب شنطتين بس؟ وبعدين؟ مش ده مش ده العصير بتاعك اهو لو شوجر. انا نفسي في ال ايه؟ ما انا اصلي نفسي اشرب كريز. ما فيش منه في الكويت اصلا. خلاص يا حبيبي خليك قاعد هنا جنب دورك الكريز، ما تروحش الكويت. بالمناسبه بقى. نعم يا ماما. انا بكلم دادي يا حبيبي. ركز في السلطه بتاعتك، انت محتاج فيتامينز. التحليل الاخير بتاعك مش عاجبني ابدا. طب ممكن اروح الحمام؟ كل السلطه هي اللي هتسهل لك دخول الحمام. وانت بقى ليه ما بعتليش التحليل بتاعك الشهر اللي فات؟ وبعتها ليه؟ كنت انا جايب نفسي. افهم من كده بقى انك انت ما عملتش تحليل الشهر اللي فات. لا عملتها عملتها، بس انا مش فاهم ايه لازمته المتابعه اللي ورا بعضها دي. يعني ما انا زي الفل اهو. فل ايه وكلام فارغ ايه يا استاذ؟ ده علم علم يا استاذ. كل الناس المتحضره بيعملوا كده. شوف بقى، اي اخلال او خلل بالنظام اللي انا عملته في بيتي مش هسمح ابدا ان اي حد يهده. مفهوم؟ الظاهر غلطت ان انا قضيت اجازتي هنا، كانت القعده هناك احسن وارحم الف مره. طبعا. امال ايه؟ اكيد في حاجه هناك مخليك مش طايقني ولا تهي تقعد معايا. بس صوتكوا جايب لاخر الشارع، يعني نلم علينا الناس. انت فين يا عم؟ اتاخرت ليه؟ ازيك يا كيمو؟ مين ده؟ ده حسن يا بابا. مش وقت تعرف خالص يا كريم. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا دكتور؟ ده اللي كنت عامل حسابه ومخوفني من الاول. واللي بتعمليه ده ضد مصلحتي. انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ اسمع يا طاهر، الكلمه في البيت ده كلمتي انا، والبيت ده مسؤوليتي انا، واذا كانش عاجبك بقى انا اللي مش عاجبني. انت وليا كلام معاك. اتفضل يا دكتور اتفضل. كلام مين؟ انت مالك انت؟ معلش يا ماما. انت مالك انت؟ معلش يا ماما. ليه بتعمل فيا كده؟ اتفضل يا حبيبي. انت بيتي انا. اقعد هنا. كلمتي انا ولا حوار. ايه طبعا دي سقياني منك عالي. ما تبصليش، عارف يتفت لها بلاد، بس هنعمل ايه؟ هو اللي بينكم علبه مناديل؟ ده كيمو باشمهندس قد الدنيا وعنده حرف دي، يعني حاجه ما هي سهله. ده الدكتوره سعاد ست الستات، القمر الاموره اللي ما بيطلعش من بقها لعيبه. اقول له اقول له اقول له ايه يا شحي يا شرد منك؟ يعني بقيت راسك في البوكل بقالك اسبوع ومظبطه حواجبك وحتى ايشاد وايماد، والراجل هيهج منك لسه ما لحقش يقعد في فرشته. ده الدكتور طاهر سيد الرجاله، والبيت من غيره ولا يسوى. كل اللي باقي لك طلقه هتدخليني في سكك انا في غنى عنها، وانا مش هقبل بالمحل. الناس تقول عليا ايه؟ كني كني ورجع الصور. مش عارف هنذاكر منكم امتى، هنذاكر منكم امتى؟ نقصت عقلي ودين. هنعمل ايه؟ قوم انت العاقل، قوم العاقل، قوم قوم. لكن متشرد ويتجنن في الشوارع. تعالى يا حبيبي قوم يا بط. مين ده؟ ده حسن يا بابا. قوم يا بط قوم. بص مراتك، بصها بصها يا اختي يا اختي يا حلوه يا قمر يا طعم يا ام روز. تعالى ما بيتمرش فيكي ابدا. اتفضل اتفضل يا اختي يا اختي يا حلوه يا قمر. حسن ازاي يعني؟ يا سلام. اتفضل. انا مين؟ اقعد يا حسن مش ناقصاك. الله، لما هي مش ناقصاني كنت هتموت عليها عشان ارجع ليه. اعترفي بقى انك ما تقدريش تعيشي من غيري. مهل تجيب الفيست ولا لا؟ ابوس ايدك
والله الطقم هيبوظ. انا اللي دماغي هتبوظ منك. المفروض يا استاذ بعد موضوع الرفض ده تاخد حقك، مش تسيب الدنيا وتهرب. اخد حق مين وازاي؟ مرياض اللي مسيبني في حالي ولا ابوه اللي نزلني سنه عشان ابني يبقى معيد؟ من الاثنين، طالما ليك حق لازم تحارب علشان حرب غير متكافئه، وانت عارفه كده كويس. رياض هو الاقوى بابوه، بس انا شايفه ان انت الاقوى بدماغك والمفروض باصرارك. انا كنت فاكر زي كده، بس اكتشفت ان دماغي لوحدها مش كفايه، واصراري على النجاح راح بجره الم من ابوه. طب وانا؟ انت الحاجه الوحيده اللي مش ممكن اضيعها، حتى لو بيع عمري كله عشاني. ما حب ليك هو اللي مخلي الدنيا ليها طعم. وانا عمري ما هسيبك يا حسن. مها بونسوار يا مامي. بونسوار يا حبيبتي، تعالي. ايوه يا مامي. اقعدي. كنتي فين لحد دلوقتي؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا كنت مع اصحابي. ما تكمليش يا مها، هي كداب. من قبل ما تخرجي انا عارفه انك بتكدبي، بس قلت مش هتقدري تكملي كدب. اول ما هتيجي هتقولي. انا فاهمك اكتر من نفسك. انا اسفه يا مامي، انا فعلا كدبت عليكي، بس صدقيني دي اول مره واخر مره والله. عارفه، بس اللي انا مش عارفاه ليه اصلا تكدبي. هو انا عدوتك؟ انا ماما يا حبيبتي، يعني اكتر واحده في الدنيا بتحبك وتخاف على مصلحتك. انت تفتكري ان انا ازعل لو عرفت انك بتحبي؟ بالعكس، ده انا افرح لك قوي. بس المهم، بتحبي مين؟ بتدي مشاعرك لمين؟ انا نفسي تدي مشاعرك لواحد يستاهلها، مش واحد مستهتر يستهتر بيكي وبمشاعرك، ودي اكتر حاجه في الدنيا بتجرح. والله يا مامي انت ظالمه، وعلى فكره رياض السبب في كده. مامي حسن حد كويس ومحترم ومجتهد، بس هي الدنيا اللي معصلجه معاه. شكله غريب قوي يا جاسم. ما هو منه مطعم ومنه سهره لطيفه يعني يا سوزي. ايوه، بس انا قايله لك ان انا ما اقدرش اتاخر بعد 12. انت عارف. عارف، بس من 12 لواحده ما فرقتش يعني يا سوزي. ومن الفلوس دي تسكت اي حد من بتوع الامن يقول لك حاجه. تمام كده بقى. تمام قشطه، يلا بينا. سمو الأمير يا ابني. خف ايدك وحياة اهلك، احنا لسه في اول الليل يا اخويا. لو مش عاجبك تعالى اقعد مكاني يا حسن. ايه ده؟ ده المكان ده طلع تحفة بجد. مش قلت لك هتتبسطي؟ هو انت لسه شفتي حاجة يا بنتي؟ مساء الخير، حضرتك عارف فين بتقعد فين؟
حسن 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 قوم عايز اتكلم معاك. ايوه اصلا انا عايز اتكلم معاك في موضوع كده يعني ممكن انت ما تقبلش راضي عنه. انا فعلا مش راضي عنه. تعمل مشكله تاني غلط. حسن قوم انا عايز انا بكلمك بجد. الفكره مش مرتاح في البيت ده لا منك ولا من امك. قول عايز ايه. انا عايزك تكلم بابا في موضوع سوزي. اصل عايز اخطبها قبل ما يسافر. ما ينفعش استنى سنه كمان. سوزي سوزي من البنات النادره تتخطف لازم تلحقها طبعا. انت اتجننت يا ابني ولا عبيط ولا حصل لعقلك ايه؟ روح للراجل اللي متغرب عشان يعمل باشمهندس قد الدنيا قول له النبي جوزه سوزي. ها سوزي اللي ماشيه مع كل واحد شويه. تحب اقول لك يا استاذ هي مع مين دلوقتي؟ عارف بس انا بحبها مش قادر ابعد عنها. كل حاجه مفروض عليا اكلي نومي لبسي جامعتي حتى النضاره اللي انا بلبسها وانت عارف ده كويس. سوزي هي الحاجة الوحيدة اللي أنا اخترتها في حياتي. جايز يكون اختياري غلط بس مش قادر أشوفه دلوقتي. كلم بابا حسن هو بيحبك. بيحبني؟ أيوة طبعا يا حسن أنا حكيله عنك وهو مستجدعك. لا سيبك أنت لازم أطلع بيت الطلبة. الراجل جاي من السفر لازم يلاقي بيته هادي. وبعدين دي الأصول يا عم كيمو اللي عندي ده أحسن من اللي عنده عزبة. وبعدين أنا بحرك. بأحرج؟ ما هو لك مو بعد العشرة دي كلها ما تعرفش ان انا بأحرج. عيب يا حسن احنا اهل شايف كده؟ اه طبعا. يلا ليك تكاكة بتعرف تقفشني. طيب بدوم تقعد بقى قول لطنط سعاد ان الحاجات دي تطلع لندري والكتاب من غير كسرة كيمو يوم من غير امك واجي بقى ربك هيعدلها. بس قبل ما اكلمه حاول تفكر تاني. ابوك راجل طيب الله بعد ارتاح في البيت ده. مها انا عايزك. ما قلت لك مش عايزه ملازم. انت ايه ما بتزهقش؟ اهدي بس اهدي اعصابك مش كده. انا جاي اقول لك ان حسن حبيب القلب كل يوم سهران في كباريه. طبعا تلاقيه واقع على واحده غنيه عشان تصرف عليه. تمام تحب اقول له يشوف لك صاحبتها؟ هو دي يا سيدي حسابك. وده بقى ان شاء الله على سبيل ايه؟ محبه ولا عطف ولا احسان؟ لا كل احساسك بيها كده يا باشا تبقى مصيبه. ده اللي ترمى على البيست فوق العشرين منهم 12,000 مختومين. خد الفلوس يا حسن. لا دول ما يلزمونيش. ده اللي عندي مش عاجبك؟ مش عاجبني ومش مع حسن. لا تكون فاكرني مختوم على قفايا ولا كورك. انا اخر واحد في الدنيا اتنازل عن حقه عسوي. ما تنساش وانت ماشي تبقى تسلم البدله اللي انت لابسها عشان لا مؤاخذه عقده. ماشي ما تنشف عليها ولا ايه يا ابو صلاح؟ يلا يا حسن غير هدومك. يلا حسن بكره الخميس وفي زباين تقال جايين ما تتاخرش يا حبيبي. ماشي يا كبير. في ايه يا حسن؟ مفيش حد. ابوك سقط الازازه قبل الجرد ما تكونش راجع كاس. عندك كيس؟ صباح الفل. فين يا معلم؟ ماشي. ايه ده يا حسن كل يوم تروح بازازه؟ عايز اقول لك بقى دي اما تتغسل كويس تروح رازعها في الثلاجه تطلع لك ميه على ابوها. لا تقول لي بلاستيك ولا كلام فاضي. ماشي يا معلم. بقى تقل بقى عشان شكلها هتمطر. كده يبقى لي ساعتين. ماشي يا كبير. ايه يا عم حسن انت من امتى بتفرق معاك الفلوس؟ كان نفسي اخرجك يا مها في الفلنتاين. ماشي يا دنيا. والله يا مها انا اخرجك خروجه ما تحلميش بيها. كبا ايه؟ كباريه. انا مش عارف انطقها. بروح كباريه ليه وعشان ايه؟ والله يعني انت جاي منين دلوقتي؟ ما تغيريش الموضوع.
انت اللي جايه منين دلوقتي؟ انا نازله من البيت. وانا طالع البيت. شفتي شفتي واحد زي رياض يقول لي كلمتين عليا تصدقيه بكره هيشككك في نفسك. طب بدل ما تطمن قلبي وتقول لي كلمتين يريحوني. لا اللحظه دي حاسمه ما بيننا قلبك بس هو اللي يقدر يريحك. قلبك هيقول لك رياض هو الصح ولا حسن حبيبنا. يا حسن يا حسن يا خساره يا خساره يا احلى ما كل اللي بينا انتهى. انت يا بنت انا زودتها ولا ايه يا مها؟ ورا في حكايات مليانه اهات ودموع انين والعشقين دابوا متابوا متابوا. والعشقين دابوا متابوا متابوا. طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. الله الله عليك يا عمي انت جامد قوي. وانت جدع قوي يا حسن. كريم حكى لي عنك كتير بس لما عرفتك حسيت قد ايه كريم كان محتاج اخ جدع زيك يسنده في غيابي. تعرف يا عمي انت كنت ممكن تبقى عازف هايل. عارف يا حسن انا كنت متاكد اني هبقى اعظم عازف عود في الشرق الاوسط. هناك في الكويت كانت احلى لحظات حياتي وانا بعزف على العود. اصحابي وزمايلي كانوا بيقولوا اني عازفي هايل. انا هناك دكتور دكتور كبير بس من جوايا حاسس اني مش مرتاح لاني مش ببدع في شغلي. دايما حاسس ان كان في حد تاني احق مني بالكرسي اللي انا قاعد عليه في المستشفى. هو كان هيبقى عبقري مكاني وانا كنت هبقى عبقري بفني. طب وليه ده ما حصلش من زمان؟ ابويا الله يرحمه قال انا ابني يطلع عازف ليه؟ الناس تقول عليا ايه؟ يا ابني سيب الدنيا ماشيه زي ما هي. ابن العازف يطلع عازف وابن الدكتور يطلع دكتور. واديني طلعت دكتور. عشان كده عايزك انت وكريم ما تعملوش غير اللي بتحبوه مش اللي يتفرض عليكو. ما تستسلموش للدنيا يا ابني. عندك حق. تسمع حاجه للست الغالي يا بنت الغالي؟ لا بس ما تتكش عليا قوي كده. عايزك تسمعني اغنيه خساره خساره خسارة خسارة فراقك يا جار. اتكل على الله. خسارة خسارة فراقك يا جار عينيا بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جار خسارة 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 فراقك يا جار عينيا بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة ليلاتي يوماتي بدور عليك أتاري حياتي بشوفها بعينيك دموعي حيارة عيوني سهارة عينيا بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة. We'll be right back.
هابي فالنتاين داي، ام شور ان لاف. الله يا نونو، يجنن يجنن، ميرسي يا بيبي، يجنن فظيع. انا قلت كده برضه. هابي فالنتاين داي، بس برضه حعرف موضوع الكباريه ده ايه. هو فين؟ مين؟ الفيست. انت لسه فاكر؟ ده ضاع. انا اعتبر نفسي ما سمعتش الجمله دي خالص. اهدى اهدى بليز. الفيست لازم يرجع، الطقم هيبوظ يا معلم. بعينك واخبط دماغك في الحيط. مها عندك فستان سواري؟ ليه؟ صراحه يا جاسر انا مش عارف اعمل ايه بالظبط، بس سيبني اظبط كل حاجه وبعدين هبقى ارد عليك. لا يا دكتور، احنا مظبطين حالنا عليك، وبعدين بوبي ما عندوش استعداد اني اشيل مواد السنه دي كمان. قلت لك خلاص انا هحلها، وبعدين انا كاتب اساميكم في المشروع اللي هنعمله في الغردقه، وبالتالي دي فرصه كويسه قوي بالنسبه لكم. بس حضرتك طبعا هتقوم معانا بالواجب ولا ايه؟ ادخل. صباح شريف يا دكتور، حضرتك كنت عايزني في حاجه؟ طب يا جماعه اتفضلوا انتوا، وزي ما اتفقنا ها عايزكم ترفعوا راس. مش الواد حسن واخد رفض؟ ايه اللي جابه؟ ما انا شرفنا يا دكتور. طب امسك دي اسامي الطلبه اللي طلع المشروع بتاع الغردقه، علقها تحت على البورد، لو لقيت سوزي ابعتها لي. ايه يا بنتي قاعده لوحدك ليه؟ امال كريم فين؟ هو في ايه؟ ما جابلكيش كادو؟ تخيلي بقالي يومين ما اعرفش عنه اي حاجه. ازاي؟ اوبا حريم لا تعرف الرحمه. على فكره ها في حاجه عايز اقولك عليها. رياض عايزك تقفي معاك. طيب طيب حاضر، ثواني. ها كريم، كريم انت فين يا كريم؟ بقالي يومين بكلمك ما بتردش عليا، في ايه؟ ابدا يا سوزي، انا كنت مشغول شويه. انت عامله ايه؟ الحمد لله. على فكره انت وحشتني قوي. بجد؟ طبعا. بقول لك ايه، احنا هنعمل ايه النهارده؟ ها كريم انت سامعني؟ النهارده الفالنتاين، هنعمل ايه؟ مش عارف. انت خليتني عايش الحب وياك ألف يا حب، كل نظرة إليك بحبك أحبك أحبك من جديد وأفضل أحبك. تن تن في إيه؟ أنت اللي صوتك موز يا موز. أدوقيش بقى موضوع الكوباية ده. سيجارة. أنا آسف يا ماما. لو سمحت ما تقوليش يا ماما. مالكيش أمان يا ماما. يا طنط، مريحك يا طنط؟ ها؟ ست الحباب يا حبيب الدرر، يا ربي خلي لك بكا. وما جاتش، وما جاتش. عبد الله طعامة دي يا ناس يا اوفر. انا اللي اوفر؟ جمال امك هو اللي اوفر. مين قرايبك دول؟ قرايبي دول يا ستي كلهم عايشين في اوروبا، ما بيعرفوش حد في العيله غيري انا. مش عايزك تركزي للدرجه دي، بس انت ايه ها؟ كويسه؟ بص بقى، عايزك تركزي معايا، خش نعمل الوجبه الصح ونركز مع بعض شويه. ايه ده بقى يا حسن؟ الله الله، يعني صارف ومكلف وعامل احلى شغل تقول لي الله؟ يا رب ارحمني. ما ينفعش يا استاذ. ايه اللي ما ينفعش؟ بقول لك انا عمران ابن عم العريس. حضرتك معكش دعوه، ما ينفعش تخش. ازاي ده؟ انت يا ابني في ايه؟ يعني صح كده؟ يا محاسن الصدف استاذ عمران. والله العظيم يا اخي، شفت شفت الدنيا ولا؟ والله العظيم. طب طب يعني معقول ينفع الكلام ده؟ يعني الراجل داخل فرح، يعني هو داخل نادي؟ حاجه غريبه والله. ما اعرفش عمران على فكره، بيكلموك عن حريه المراه وال طلعت الفضاء، حاجات غريبه والله ما عارف اللي يعني. عقبال الحياة يا رب. ألف ألف مبروك، فرح زي الفل. العريس قريبك؟ يقرب لك. سيبك من التفاصيل دي. شفت الواد وخبستك؟ يا خبستك يا لقمة. تعملها كده من غير ما تعزم أخوك؟ طب أديني جيت لك، ها؟ ترمي في حضن. لو لازمك حاجة يلا. مبروك. مبروك يا عروسة. خدت جان الجامعة، ده جان الجامعة. كانت القصة لغاية هنا. بس الزمن بقى ما بيسيبش حاجه على حالها. مبروك. مبروك يا عروسه، مبروك. ما خطبت. يا ولا. يا اخت عليكم على طعمه امك. تعالي اقعدي. مين ده؟ هو الاكل اتاخر كده ليه؟
الاكل اتاخر كده ليه؟ دي عيبه حتى في وشي. حول الله يا حسن، رايح فين؟ اديك شايف المصيبه اللي احنا فيه، ناس مكلفه وفرح وبدل وكربطات، مفيش اكل. ايه يا شباب؟ الله، طب ما الاكل جاهز اهو، ليه ما نزلش الناس فوق؟ اسف يا فندم، في خبر مش هيسعدك. ها؟ الديش واشر في الكيتشن بايظ. الديش واشر في باظ ازاي يعني؟ يبقى كان عريان. هو ما بيتعرب يحصل له كده. لا يا حبيبي، تعمل واحد جديد وينزل للكبير قبل الصغير وفي مجات. انا ما بفرقش. معقول يا جماعه، ده احنا في فرح. يلا بقى، عقبالكم جميعا. يلا شد حيلك، اعمل واحد جديد. هو ما بيتعرب يبوظ، انا عارف. هو بيقول ايه؟ عشان نفسه يكون جنبك كفاية بعد حبيبي، والله ما انا سايبك، ولو بينك وبيني بلاك تعديها واسوق فيها، خلاص قفلت معايا انا. اسيبك لا ده ما اقدرش اسيبك، الف الدنيا علشان عيني، ادوس في النار عشان بس اجيبك، جاهز؟ شكل حاجة؟ أمر. أنا جاي أقول ألف مبروك للعريس والعروسة. هو بالي بصراحة، أنا لا تابع العريس ولا تابع العروسة، بس الفرح من غير يعني كان هيبقى دمه تقيل شوية. كلت قبل ما تاكله بساعتين، شربت قبل ما تشربه بساعتين، ممكن مرة قصده قبل ما ترقصه بساعتين. الواد ده هيبوظ لنا الفرح. تعالوا تعالوا، محدش يستخسر فيا إني أفرح حبيبتي. أنا مش جاي أضايق حد، كل الموضوع إن ظروفي ما سمحتليش إني أخرج حبيبتي النهاردة الفالنتاين، وكان لازم اخرجها في احسن حته في الدنيا عشان اقول لها بحبك. بموت فيك. بعشق امك. بلدي. هدوب، هو ده اللي بوظ لي فرحي. ثانيه واحده. يلا. ايه؟ يلا. دلوقتي بطل جنان يا حسن، بكره بكره يا حسن. ايه المبوسه اللي تعملها دي؟ امشي يا واد التوهيه. يا ضحت. والله يا طنط حضرتك ما تعرفيش انا تعبت ازاي عشان اجيب موافقه ان رامي يطلع معانا المشروع، عشان تعرف بس انا بحبك قد ايه. ايه الزفت ده؟ ولا جبت جيم اوفر؟ جيم اوفر فيها ايه يعني؟ ايه كده؟ متشكره يا حبيبي، ما تعرفش انا ارتحت قد ايه ان رامي يسافر معاكم. ايه ده حضرتك بتتكلمي كده ليه يا طنط؟ هو في حاجه ولا ايه؟ ايه ده، هو باين؟ هو ايه ده اللي باين؟ البوتوكس. بوتوكس؟ اصل انا حقنه هنا وحقنه شفايفي. حلو؟ لا قصدي قمر. ما شاء الله زي القمر. ده ما عرفتكيش. ميرسي يا حبيبي. اوعى تقول لامي. لا مش هقول لحاجه لامي خالص. مها؟ نعم يا مامي. تعالي هنا. كنتي العنفي كده. بعدين يا مامي بعدين.
بقول لك ايه اللي عامل فيكي كده؟ راح راح اهدي طنط اهدي. الحمد لله على سلامتك يا مها. بصراحه انا جيت النهارده مخصوص عشان اجيب لك الصور دي عشان تتاكدي بنفسك من الكلام اللي قلته لك قبل كده، ولو عايزه تشوفي بعينيك العنوان جوه الظرف وما يتوهش. مش نفسك يا هانم البيل اللي قدامك ده بياكل ويشرب منين؟ الهدوم اللي بلبسها ومصاريف الجامعه والكتب اللي بشتريها ولا جم يا مها؟ الباشمهندس اللي قدامك ده اتبهدل كتير. انا مش هتكسف اقول لك ان انا اشتغلت سايس، اديني شغل مش عيب. العيب ان استسلم ضعف يوم الدنيا دي وفضلت شغال سايس قدام كباريه. لغايه ما شافني صاحب الكباريه في يوم استنضفني شغلني جوه بيع فل وسجاير. اكيد مش محتاجه اوصف لك مدى الذل والمهانه اللي كنت بتعرض لها كل يوم من ناس سكرانه لا عندها اخلاق ولا اي حاجه تانية، وبسبب مشكله مع واحد سكران صاحبته عجبت بيا كالعاده تهنت للمره الالف. بس المره دي شافني صاحب الكباريه بعين تانية خالص. شغلني مسخناتي ده اللي انت لسه شايفاه، واحد طول الليل يرمي فلوس ونفسه في ورقة من اللي طايرة عشان يعرف يعيش، وآخر الليل بسلم الهدمة اللي عليا. هو ده حسن. أنا آسفة يا حسن. ما تدقيش، هي الدنيا كده لازم تاخد وتدي زي الحبايب بالظبط، لازم ياخدوا يده بس من غير قفش. ده اللي ناويين يكملوا مع بعض. بحبك. بعشق امك. بلدي. يلا يا جماعه بسرعه يلا عشان نتحرك يلا. كريم فين؟ كلمته ولا لا؟ طول ما ماشي ورا حسن عمره ما هيفلح ابدا، وانا شخصيا مش هستنى حد، مش فاضيين. يلا. يلا بسرعه يا جماعه. اتفضلي. الجو تحفه النهارده، الشمس طالعه حاجه جميله. ايه ده؟ تايتانيك؟ خبر ابيض، الفيلم ده بيهزني من جوه قوي والله. بس الفيلم ده سو رومانتك. وانا كده اول ما بقى سوري مانتك تلاقيني اتهزيت من جوه. ان شاء الله السفريه دي تبقى فرصه كويسه عشان تعرفيني اكتر، تعرفي انا قد ايه سوري مانتك. ايه يا عم محمد وقفت ليه؟ كمل كمل. يلا يا كيمو تعالى. معقوله كده يا جماعه تسيبونا وتمشوا؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ اتفضل يا دكتور، جو من العميد. طب اتفضل اطلع يا اسطى. الحمد لله هنبتدي المشروع من اوله.
يلا كيمو. هنا شكلهم صارفين بجد. مامي مامي تعالى خد مفاتيح الاوضه خليها معاك. انا خليت اوضتك انت ورامي جنب اوضتي بالظبط زي ما وعدت طنط. اصل طنط موصياني عليها جدا. اه والله زي ما اختارت. الله يخليك. انا هسكن بقيه المجموعه وبعدين هتفرغ لك تماما. اظن اني مبسوطه طبعا. جدا. واضح جدا مبسوطه. كيمو تعالى عايزك خلص تعالى. بقول لك ايه افتح الاوضه. ليه؟ خلص. هو انت طالع الاوضه؟ لو سمحت يا كيمو ما تدخلش في حاجه اكتر من كده بليز. بيت ايه ده؟ قفشتك طبعا. الاهتمام بالمؤخره جعلك دايما في المقدمه. ما قلناش حاجه. عندك كام سنه رامي؟ 12. 12 شكلك واصل بدري. فرق توقيت ونت وجيل. عموما هي مرحله مريت بيها كلها خيالات اوفر بعيد عنك. بس كل اللي عايز انصحك بيه ان البنات دي اخواتنا مش بنات الاعداء. اخواتنا يا رامي. ادي مفتاح ده لرياض وهات مفتاح معاك. بص حبيبي بس ده سكرت. اوكي؟ ايه ده؟ ايه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ طب ايه؟ افتح يا مها. افتح يا فجره. هي حصلت؟ حصلت تسلمي نفسك للحيوان ده؟ في ايه يا باشمهندس؟ تخيل يا كريم كان فاكر ان مها عندي في الحمام. تخيل بقول عليها ايه؟ ايه؟ يا فجره دي مها اختنا يا باشمهندس. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا جماعه خلاص انا اسف ده مجرد سوء تفاهم لدرجه يا فجره. خلاص خلاص احنا نلعب بلاي ستيشن ونحاول ننسى اللي حصل. بلاي ستيشن ممكن تنسيك انت يا كريم لكن انا ولا فرحه كاس افريقيا ممكن تنسيني. شاب تعرفيش ما فين؟ تلاقيها مع رياض. يا بنتي ليه عارفه كل حاجه؟ سونا انا عاوزاك في موضوع مهم. خير؟ تعال اقول لك. بصراحة يا سونا مش عارفة اشيلك من دماغي وكل ما بشوفك مع مها بتجنن. بحبك يا اخي. الكلام ده ملوش لازمة يا جيهان. علاقتنا وانتهت من زمان وبعدين اللي بيننا ما كانش حب كان حاجات تانية. بالنسبة لي بس بالنسبة لي كان حب والحاجات التانية. ما توهميش نفسك عشان ما نفتحش القديم ونوسخ بعض. خلينا اصحاب احسن. يا كريم انا ما بعرفش العب بلاي ستيشن اساسا. سهله جدا. نزل شيفيشينكو وعند ركبة على الشمال. انا هنزل اشوفهم بيعملوا ايه تحت. لو سبتني يعني هلعب لوحدي وانا ما بحبش العب لوحدي وهدور على حد اقعد معاه وانا رغاي ولساني فالت. وانا سبتك وانا قاعد معاك اهو. تفتكر يعني حسن ممكن يقول لي مها اني ان انت شكيت فيها انها كانت في حمام اوضه حسن وبيعملوا حاجات مع بعض وقلت لها يا فجره يا فجره؟ خلاص خلاص اسكت صوتك عالي قوي. لا اطمن حسن كتوم كتوم كتوم. وزي ما شفتم هي دي مساحة القرية بالكامل
والمفروض انها تكون 7 ستارز عشان تلبي طلبات النزلاء، مع يعني لازم تلاحظوا في تصميمكم مراعاة الرفاهية والمتعة للنزلاء، وكل في كل مكان وجميع الشاليهات والحجرات لازم تطل على البحر، علشان هم جايين هنا ليستمتعوا بالبحر ويستمتعوا باليوم بالكامل. وربنا يوفقكم وتفضلوا. كريم انا مش عارفه اقعد معاك خالص، ممكن افهم في ايه؟ ايه اللي غيرك من ناحيتي قوي كده؟ مفيش يا سوزي، الدراسه والمشروع، وبعدين مش المفروض ان احنا نفكر في حاجه غير ان احنا نعدي السنه دي. كريم لو سمحت ما تحسسنيش ان انا بتطفل عليك قوي كده، ممكن افهم في ايه؟ تاخديش في بالك. وبعدين معاك يا حسن الله، واحنا في الكافيتيريا قعدت تدوس على رجلي من تحت ورانيا وشريف شافونا، وفي الموقع قرصتني ورانيا وكريم شافونا، وعلى البحر مسكت ايدي ورانيا وحازم شافونا، ما يصحش كده، الناس ابتدت تلاحظ. قصدك رانيا ابتدت تلاحظ. تحب برجر سكر. الله الله الله، ده القائد رياض الدين بيشرح لهم سجل انجازاته. جميل الولد ده والله بالكوفيه بتاعته. والله ما فاهمه حد بالتفاهه دي ازاي يبقى معيد وحد بدماغك ما بقاش حاجه كبيره. فاكر يا حسن لما كنا بنتدرب في الاجازه في شركه المقاولات كان مدير الشركه معجب جدا بشغلك، لغايه ما جه رياض وبرده لتاني مره ياخد مكانك. حد زيك بصفاتك وقلبك المفروض يبقى عميد كليه، رئيس جامعه. مش خايف يا حسن؟ مش خايف يضيع منك زي دراستك وشغلك ما ضاعوا؟ خايف، بس خايف اكتر بعيد عنك اليوم يقلب نكد. طب يلا تكون غير هدومك عشان ننزل نتمشى شويه. لو النبي الهي يا مهي يا بنت دريه، ربنا يسعدك دنيا واخره ويجعلك خاتم في صباعي. يا اصيله يا اصيله بنت يا اصيله. انت ليه يا حسن ما تشتغلش في كافيه مثلا بدل حكايه الكباريه دي؟ بتقربها لي يعني؟ بص يا مهي، الشغل مش بالسهوله زي ما انت فاكره كده، كلها تعبانه. وبعدين لو كنت لقيت شغل في كافيه ما كنتش رحت مرمطت نفسي في كباريه. ما عموما انت عندك حق في كل اللي بتقوليه. والله ما كان قصدي، انا بس بقول لك كده عشان بحبك وخايفه عليك. عارف يا حسن ايه؟ الناس كلها شايفاك بعين وانا شايفاك بعين تانية خالص خالص خالص. بعشق امي. معقوله؟ تعالي بنت. انا بعشق امك بلدي وكل كلامك دقيقه، عايز اللي يلمك على مين على فكرك لك في دقيقه، حسن ده غريب قوي، كل يوم مع واحده شكل، وقال ليه عايز ينجح؟ صعب طبعا. المهم انت مش شايفه ان انا في حاجه متغيره النهارده؟ لا والله ما خدتش بالي. لا ازاي بقى؟ الجينز والساعه والسكارف، السكارف دي سينيه على فكره. لا يا شيخ.
انت عارفة ان انا بكتب شعر؟ في البوست قولي تايتانيك ودلوقتي بتقولي شعر؟ انت كتير. لا مش كتير ولا حاجة، انا قديم في الحاجات دي. هقول لك بيت شعر حلو دلوقتي بس واحدة واحدة عشان اجيب الإيحاء والحاجات. إيحاء. حبك في القلب يزاولني أيدق الباب، وأنا من زمن مشتاق لدق الأحباب، وعيناي عيناي حائرة بين الأضراب، أيدق الباب أيدق الباب. أرجوك يا رياض أرجوك، كفاية ده. أكمل القصيدة بس. معلش. مالك؟ صاحبك بيقول لي إيه؟ إيه؟ قصيدة أيدق الباب. فتحتي له؟ ما معيش مفتاح. اتفضلي بقى. جعانه قوي يا جماعه، محتاجين مساعده ولا حاجه؟ المساعده ربنا. ايه اخبار البلاي ستيشن يا دكتور؟ بلاي ستيشن ايه ده؟ 2. يلا ايه حكايه البلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن 1 ولا 2؟ تفرق يا جماعه. ما تنسوش احنا كلنا معزومين النهارده الساعه 8 عند مستر ابراهيم عبد العليم مدير المشروع. الراجل عايز يسلم عليكم قبل ما نسافر، اظن مفهوم. و في حاجه ولا ايه؟ كريم ما تيجي تقعد معايا شويه؟ انا مش هينفع يا سوزي. هو انا ليه كل ما اكلمك تقطع معايا كده؟ هو في ايه؟ لا ابدا ما فيش حاجه. لا فيه، وانا عارفه كويس مين مسخنك عليا. واضح قوي ان مفيش فايده فيك. ذكر وعريق نط الحبل طول الوقت، هي طاقه لازم ترجع لي. حسن حسن عاوزاك. في ايه يا جيهان؟ لو سمحت ما تخلينيش اقول الكلام يجرحك، علاقتنا وانتهت من زمان، وانت عارفه كويس قوي انا ما حبيتش غير مها. ايه بقى اللي كبر الموضوع في دماغك؟ مها مش احسن مني يا حسن. انا بحبك وعايزاك. وانا عايز مها. اوكي، طالما الحكايه كده يبقى مها حبيبه القلب، لازم تعرف اللي ما بيننا وبالتفصيل. بقولك يا جيهان، شيليني من دماغك احسن. يا ريت اقدر اشيلك من هنا ولا من هنا. بقول لك عايزاك. وانا مش عايزك. مستنياك النهارده في الاوضه، ما تتاخرش عليا. وهتيجي يا بيبي. يا لهو على التواضع. امتى بقى لمينا بيت ونجيب حته عيل في الخارجه والداخله؟ قول لي يا بابا يا بابا يا بابا، وراح واخده على الارض وبوسه وقول له بعشق امك. ايه المسخره وقله الادب دي؟ انت سيب نفسك كده ولا ايه؟ فوق الكلام اللي تعمله هناك عند امك في البلد وانت قاعد على الترعه ومدلدل رجلك فيها. انت كده قلت ادبك قوي يا رياض. جلابيه وبلد وامك، انت راجع ايه الادب؟ انت غبي، ايه اللي انت عملته ده؟ حسن حسن خلاص يا حسن، تعالى يلا. انت كويس؟ اه، في دم ولا حاجه؟ لا مفيش حاجه. امسك يا حسن. انا مستغرب مها دي يا اخي، منين بتحبك ومنين زعلت منك لما ضربت رياض بروسيه؟ ده انا لو مكانك كنت دفنت امه مكانه. امسك امسك، ازازتك خلصت.
بنات ملهاش امان يا اخي. شفت قلت عليه ازاي؟ الو انت في الاوضه؟ طيب انا جاي لك. سلام. خلي بالك من نفسك. ها حبيبي. معلمك قدير، اعمل ايه دلوقتي؟ افتح الباب. انت لوحدك؟ متاكده؟ طبعا متاكده، والمفتاح معايا. تعالي شوفي بنفسك. من ساعة ما رجعت من بره وهي قافلة على نفسها. مالها مها يا رياض؟ تلاقيش يا طنط، إن شاء الله هتبقى كويسة. المهم دلوقتي يا ريت ما حدش يكلمها اليومين دول. مها أصلها مصدومة. برضه صعب على بني آدم إنه يأتمن حد على مشاعره وإحساسه، وبعدين يطلع خايف. وأنا لو في إيدي حاجة والله عشان أخرجها من الإحساس ده كنت عملتها فوراً. أنا اتمنيت إن مها تكون شريكة حياتي. وطلبت ده قبل كده وبطلبه دلوقتي تاني، بس للاسف ما اقدرش افرض نفسي عليها. ما تقولش كده يا رياض، انت الف بنت تتمنيت. رياض انا موافقه. كاسين الله يحفظك. خد اكا جيهان، انا عايزه اتكلم معاكوا شويه. في ياما مشغل علينا الفايبريشن ليه؟ ما تهدي اعصابك يا ها. ما تقعدي يا سوزي. فين يا جماعه؟ انا ضميري مقلبني قوي علشان اللي عملناه في حسن. لا سلامة ضميرك، اسكن على ضميرك، تزعليش، ريحيه بقى. على فكره انا ما بهزرش. هو انت ايه، خلاص بطلت تحس؟ انا عايز افهم انت شربته ايه بالظبط. قرش حشيش يتيم وزاز بيره واخواتها. وبعدين انا شربت معاه، حصل لي حاجه؟ هو اللي خرع الركعه التربيه. ايوه جيهان، قولي لبابا ان كله تمام، انا خلصت المشروع زي الفل، والورق التاني كمان زي ما اتفقنا. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي. هو كريم موجود؟ ايوه اتفضلي. كريم، انا عارفه ايه اللي حصل لحسن بالظبط. رياض خلى اوتيكا وجيهان يتفقوا على حسن، اوتيكا يشربه وجيهان تسحبه على اوضتها علشان ما هتظبطه، وطلب مني ان انا اساعدهم، ولما رفضت هددني ان انا اعيد السنه زي ما عمل مع حسن، وانت عارف ان هو يقدر يعمل ده واكتر كمان، وانا ظروفي وظروف اهلي ما تستحملش ان انا اعيد سنه واحده. دول بيعدوا لي الايام يا كريم لحد ما اتخرج علشان اعرف اساعدهم. وعلى فكره انا اي فلوس كنت باخدها منك كنت ببعتها لاهل البلد علشان يقدروا يعيشوا. كريم اعمل اي حاجه، روح لمها، مها تتخطب لرياض. مها انا كنت عايزك في موضوع 5 دقايق. حاضر يا كريم، بس لو عايز تتكلم عن حسن انا مش عايزه. ما انا هتكلم عن حسن، هتكلم عن مين يعني؟ صدقيني انت ظلمانه. مها يلا عشان بابا مستني تحت. هتخرج مع الفجره؟ ده اخبار مشروعك ايه؟ الحقي بابا مستني تحت بسرعه. عن اذنك يا كريم اتفضلي. شد حيلك. ربنا يوفقني. انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. مبروك يا مها، مبروك يا حبيبي. معلش يا حسن يا ابني، كل شيء اسمه نصيب. اسمه نصيب يا عمي، ما فهمش ظلم.
يقعد خلي الكرسي بتاعي بقى معيد. النهارده اخد الكرسي جنب ما ما تعملش في نفسك كده، بعدين تتعب يا ابني. انا خلاص تعبت، مش عارف ليه الدنيا بتعمل معايا كده. يا هو انا رخيص او كده؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا عوض جوز اخت حسن، هو موجود؟ اه طبعا موجود. اتفضل 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 حضرتك من هنا. يا حسن يا حسن يا حسن. ايه يا كيمو؟ عوض خير؟ ايه اللي جابك؟ امك تعبانه يا حسن، والدكاتره بيقولوا لازم تعمل العمليه في اقرب وقت والا. حسن اتاخر. ما تقلقش زمانه جاي. ربنا يسهل. خلي الفلوس دي معاك يا عوض. لا ماني ما اقدرش اخد حاجه الا لما حسن يقول الاول. امسك مش وقته. يلا يا كريم خد عوض وانزلوا وشوفوا حسن فين، وخدوه واطلعوا على البلد، وانا وسعاد هنحصلكم بكره الصبح. عايزك تشوف ال 10000 جنيه يا سوي. ليه؟ هتفتح كباريه؟ لا امي بتموت. انت بقالك 10 ايام ما بتجيش ولا بشوف وشك، جاي دلوقتي تطلب 10000؟ روح لامك يا روح امك. امي يا كلب يا ابن الكلب. انا مش همشي من هنا غير ما اخلص الهرم. مالي اللي معاه؟ ارجع يا عشا يا كلب. بكره الصبح هنروح المستشفى وتعمل العمليه. أنا معايا فلوس يا أمي، والله معايا فلوس. حسن مين حسن يا أمي؟ الدولاب فيه فلوس 7000 جنيه، الفلوس اللي كنت بتبعتها لي من شغلك يا دمعي. حط عليهم فلوس العملية وجيب العربية لنفسك. كنتش بتجيبي لهم الدواء يا أمي؟ دواء يا حسن؟ دواء يا سعادتك يا أمي. والله يا ماما ما هعرف احبك اكتر من احبك. يما 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 هنروح بكره؟ ها يما رد عليا يما. أصحاب الجنة هم الفائزون. كريم قوم هات والدتك. شد حيلك يا ابني. شد على الله يا عمي. تعال عشان سعاد عايزه تسلم عليك. مش هترجع معانا، البيت وحش من غيرك يا حسن. معلش يا عمي محتاج اقعد يومين. شد حيلك يا حسن، انا مش عايزه حزنك على الوالده. نسيج الدراسه بتاعتك وبعدين ما تاخرش علينا، احنا خلاص اتعودنا على وجودك معانا في البيت. حاضر يا طنط. لا ماما سعاد. امتى بقى لمينا بيت ونجيب حته عيل في الدخله والخارجه يقول لي يا بابا يا بابا يا بابا، واشيله على الارض وابوسه واقول له بعشق امك. بلدي مها. وانا بنزل الحاجات اللي صورتها لما كنا في الغردقه لقيت حاجه مهمه جدا ممكن تخرجك من اللي انت فيه ده. بصي انا مش قادره اصدق اللي بيحصل ده. بصي يا كريم، واحنا في الغردقه رامي صور رياض وبيتكلم مع جيهان. بصي انت بالذات يا جيهان مش عايزك تقلقي من حاجه خالص، انا ممكن اعمل لك كل اللي انت عايزاه. ايه ده كبر يا بيه؟
رامي يا حبيبي، ممكن تروح تجيب لي ازازه ميه؟ حاضر يا ابي. سي انت بالذات ممكن اعمل لك كل اللي انت عايزاه من غير فلوس كمان، بس اهم حاجه تجيبي لي حسن عندك في الاوضه باي شكل من الاشكال. اوكي، اعتبر حسن النهارده عندي في الاوضه. ما تقلقوش، الامتحانات اول ما هتتحط تبقى معاك. سريت جاسر وحسام بقى يجهزوا فلوسهم، اظن مفهوم. اعتبر الفلوس موجوده. ريت كمان تظبط الدوز لحسن. هظبط فولك عشان اعرف اتعامل معاه برضه. ربنا معاك يا اولاد. طبعا رياض ما يعرفش ان رامي صوره. هنعمل ايه يا حسن؟ هنتصرف ازاي؟ يا ولاد الجمل ساعه. راح يا عم اللي بترن انت. مفاجأة. ازيك يا اوتاكا؟ ما شاء الله ما شاء الله، حاجة جميلة والله. بلنات وشربات، ايه اللي انت عايش فيه ده؟ طبعا ما كنتش فاكر ان انا اقوم بالسرعة دي، بس ربك سدد انبي يا حسن. لا اله الا الله. انا كنت جاي لك، بس انت عارف الامتحانات. ايوه هي الامتحانات، الامتحانات اللي اشتريتوها من رياض. بس اوتاكا حبيبي ما دفعش فلوس، دفعنا الثمن. حسن فكك. لا فكك انت يا امور، يا هتعمل اللي هقولك عليه، يا هجيب رجليك في المحضر اللي عملته عند العميد. شريط الفيديو يا ننوس. شريط ايه يا حسن؟ شريط في اتفاقك انت ورياض وجيجي. يا حبيب جيجي تحب تشوفه؟ ما بشوفش يا حسن. عايز ايه؟ حلو قوي الكلام ده، تطلع على العميد تشهد على كل اللي حصل. انا قلت له ان انت اللي قايل، ولا ليك شوف كلام تاني؟ وقف الإجابة حالا، تملي ورق الأسئلة ده فورا. أوقف واجمع الورق. فين جهان فكري شريف؟ سعيد محمد الخولي، حسام زين، جاسر مندور. الامتحان هيتعاد تاني. باشمهندس رياض، أنت متحول التحقيق، حصلني على مكتبي فورا. وحشتني كوباية الشاي بتاعتك يا حسن. يا ماما. لا يا ماما انت اللي وحشتيني. رامي انت جيت ازاي؟ ماما بتحبك يا حسن. بس اخيرا جابته. وانت كمان وحشتني. حبيبي.
عشان أمك مالك